هل يحتاج الطلاق إلى شهود يسمعونه أم يقع بدونهم؟ يقول الله سبحانه: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. ذهب جمهور العلماء إلى أن الطلاق يقع بدون إشهاد عليه، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ما يدل على وجوب الإشهاد، والشيعة هم الذين اشترطوا الشهادة لصحة الطلاق بناء على الآية المذكورة، وحملها الجمهور على الند والاستحباب ولولي الأمر أن يأخذ بأي الرأيين عند القضاء، والله أعلم.